له دعوة الحق. ما المطلوب منا كمسلمين اتجاه اليابانيين؟ وهل إعلامنا فعلا يعبر عن حقيقة الإسلام؟ بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله قد زان لي أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق يا هائما هل تستفيق وترى السعادة والنجاة قد زان لي أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق يا هائما هل تستفيق وترى السعادة والنجاة أنا اسمي كازوكي شيمومورا مولود في سنة 1975 حامد كازوكي من ناغويا أخذه الاستشراق إلى الإسلام تأثر بزميله الباحث في الدراسات الإسلامية حتى أقر أن هذا الدين هو أحق أن يتبع أنا دراستي أساساً هو علم الاجتماع منذ ثانوية أنا كنت في صف أدبي وأستاذ تاريخ أيضاً هو ممتاز في مدرسة علمنا كتاب في درس عام حول تاريخ دولة عثمانية أحب التاريخ العثماني وكان مدخله للإسلام صار عندي علاقة جيدة مع ذلك الأستاذ الآن هو أستاذ في جامعة كيوتو اسمه أستاذ توناغا هو غير مسلم هو بوذي كان عنده صديق مسلم زمير في جامعة طوكيو اسمه دكتور ناكاتا فتعرفت على هذا دكتور ناكاتا فأعطاني سورة أصلية للإسلام فاقتنعت بكلامه أيضا فأعطى اطلاع من كتب ودراسات أسلمت شيخ حامد نعم هناك آية نعم أنت تأثرت بها كثيرا نعم عندما سمعتها نعم بالرغم أنك لم تكن تعرف اللغة العربية نعم ولكنك تأثرت بهذه الآية نعم نعم وما أرسلناك نعم. إلا رحمة إلا هذا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لماذا؟ نعم قد قرأت سيرة نبوية نعم وحديث من قبل أن تسمع هذه الآية نعم هذا لذلك في أرضية نعم في أرضية أحاديث نبوية نعم. شريفة وسيرة نبوية بعد ذلك أتت هذه آية الله أكبر درس حامد فترة طويلة اللغة العربية للتعرف على حقيقة القرآن وجماله اللغوي وهذا ليس بالأمر السهل جمال القرآن يعتمد على جمال لغوي عندما يجيبني آية معينة أفتح مثلا تفسير قديم تفسير كذا 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 أشعر بجمالها ولكن هذا ليس بمتناول اليد عند معظم القوم فالإسلام والقرآن هي جزء من تغيير فرصة تغيير وتحسين عندما تقرأ كتب أو تقرأ القرآن أيضا هذه هي جزء من عنصر من العناصر للتغيير بأول مرة وقعت عليه عيوني تاليا أحسست فيه كأن سطوره فجر وعطر وقد ضم الحياة بدفتيه
هناك لحظة مهمة وهي لحظة الشهادة. نعم نعم. النطق بالشهادة. حدثني متى كانت وكيف كانت وماذا شعرت عندما نطقت بهذه الكلمات العظيمة؟ أنا نطقت بشهادة في سنة أولى في جامعة أحد أساتذتي في منزله. نعم. كان هو يهتم بي كثيرا. مسلم. نعم. هذا اهتمام شخصي وتقديم رعاية. ما اسمه؟ دكتور ناكاتا. نعم نعم. تقديم معروف هو. نعم هو معروف. نعم. ممكن أسمع منك الشهادة؟ كيف نطقت بالشهادة؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. نور الهداية زار صدري هو مبتدا أنسي وعمري فعزمت للرحمن أمري وعلى خطى طه مشي. الحكومة اليابانية أجرت مؤخراً دراسة عن الأقليات فوجدت أن المسلمين هم الأهدأ والأكثر تعايشاً مع المجتمع الياباني. الفترة السابقة كان التركيز على تدريس اللغة العربية فقط نظراً لحاجة اليابان إلى العالم العربي والبترول. حالياً اليابان تهتم بتدريس الثقافة الإسلامية والتعرف على الإسلام. My name is Katsuhiro Kohara. I'm a professor of School of Theology at Doshin University. I'm teaching religious studies. After 9/11 attack in 2001, we have decided to expand our research scope from the Christian studies to the three Abrahamic religions, including Islam. So since then, we have enrolled numerous Islamic scholars to our department. لأن اليابانيين بصفة عامة فكرتهم عن الإسلام غير واضحة. ولكن هم يتعرفون على الإسلام من خلال أجهزة الإعلام وهذه قضية أخرى. الكيم الإسلامية في ناحية الأخلاقية وهي متشابهة مع أديان الأخرى. مثلا بر الوالدين كذا هذا موجود في تقريبا في كل الأديان وفيها طبعا تشابه لأن هذه كل قيم تنبع من فطرة الإنسان. شارك حامد في ترجمة نسخة جديدة من معاني القرآن لليابانية بحيث تتناسب مع تطور المجتمع. أنت حرصت كثيرا على ترجمة القرآن وشاركت في هذا مشاركة جميلة على ترجمة القرآن باللغة اليابانية. نعم. لماذا كل هذا الحرص؟ أساساً كان عند أستاذي عند خطة ترجمة المعاني القرآن إلى اللغة اليابانية. نعم. تطورت دراسات الإسلامية في اليابان أيضاً. فمثلاً ترجمة من ترجم في الماضي وهم طبعاً هم خبراء علماء هم قدموا هذه الخدمة عظيمة في الماضي حسب ظروفهم. نعم. ما شاء الله تبارك الرحمن. الآن أنا والشيخ حامد في قلعة ناغويا الجميلة الرائعة ولكن الجو بارد جدا. يا شيخ حامد. نعم. ما هي الصعوبات التي واجهتك في ترجمة المصحف إلى اللغة اليابانية؟ أكبر مشكلة هي طبعا في هناك مشكلة اللغة وفيها متشابهات فهذا جزء لا يمكن ترجمتها بشكل واضح لأن المتن والنص بحد ذاته صعبة. أما الذي ساعدنا حقا هو تفاصيل بيد العلماء القدماء. نعم. نحن فقط واسطة. نعم. نحن فقط واسطة. ولكن هذا إنجاز شيخ حامد، يعني يعتبر إنجازا عظيما. يعني أستغفر الله. توب علي فيداي مثقالات أنا عاصي والحنايا ضامئات. توب علي فيداي مثقالات أنا عاصي والحنايا ضامئات.
القلوب الدموع الساجية راجيا أن تغفر الذنب العظيم. بالقرآن اهتدي في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى. لا 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 سبحان الله. على اليوم زرت معك وفريق العمل زيارة جميلة إلى متحف تويوتا، ووجدنا شيء عجيب انبهرنا منه صراحة. يعني منذ القدم كيف بدأوا بالنسيج، ثم بدأوا بالحديد، ثم انتقلوا إلى صناعة السيارات. يعني وبعد أن انتهينا شيخ حامد من زيارة المتحف، وجدنا أطفال صغار بعد أن رأوا كيف يصنعون السيارات وكيف عملوا كل هذه المصانع على مر السنوات، يأخذون الأطفال ويجلسونهم على الطاولات ثم يعلمونهم كيف يركبون هذه السيارة. هذا ما هذا المعنى؟ هذا لتقريبهم إلى هندسة وتكنولوجيا. الله. هم يتعلمون نظريا في البداية، ثم مثلا مدرسة عندهم برنامج لزيارة ميدانية لمتاحف، يزور متحف، يشاهد أولا ما هي تقليد وما هي تراث القوم. نعم. ثم يتعلم مبدأ. نعم. مبدأ، ثم يتعلم كيف تطورت العلوم. أنا دائما كنت أسأل ما هو الشعب الياباني، ولماذا هذه المثالية، ولماذا هذا التقدم. عندما وصلت إلى اليابان عرفت السبب الوحيد، هو الاهتمام بالفرد منذ الصغر. بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت، أسلمت روحي للإله نور الحنايا والضلوع، لله أعلنت الرجوع، آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنا، نور الحنايا والضلوع، لله أعلنت الرجوع، آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنا. أن المنهج في المدارس الابتدائية منهج ليس بالطويل. نعم. منهج بسيط جدا. نعم. منهج الرياضة. نعم. منهج العلوم عكس اللي عندنا. نعم. هذه العكس. نعم. العكس تماما. نعم. مناهج صغيرة جدا، لأن الهدف من المدرسة أن يتعلم التلميذ الأولويات فقط. حتى في الجغرافيا لا يدرس جغرافية اليابان، ولكنه يدرس في البداية جغرافية المنطقة التي يعيش فيها. الله الله. وبعد مرحلة الابتدائية مرحلة الإعدادية يدرسون جغرافية المحافظة. نعم. ويأتون بالطلاب حتى يتحركوا في عاصمة هذه المحافظة. نعم. فما يدرسه يطبق عمليا. ثم نأتي إلى الإعلام، التلفزيون والإذاعة. التلفزيون في الصباح يقدم برامج للأطفال، هذه البرامج تمهيدية لما يدرسه الطفل. الله. ومرتبطة. ومرتبطة، هناك اتفاق بين التلفزيون والإذاعة والتعليم. تعال إلى الألعاب، الألعاب التي يلعب فيها الطفل، هذه ما يدرسه والصور الموجودة في كتبه يصنعون ألعاب بهذه. نعم. الصور. فيذهب الطفل إلى محل الألعاب يلعب مجانا وقد يشتري. نعم. لأننا بحاجة إلى إعادة منظومة التعليم في عالمنا العربي والإسلامي. بالرغم أن عدد مسلمي اليابان لم يتجاوز 100,000 مسلم، لكن اليابان تسعى لتوفير بيئة مناسبة للمسلمين، لتوفير الأكل الحلال وانتشار المصليات في كل مكان. So, you know, as an international airport, like Kansai Airport, they had newly created a special place for praying for Muslim people. And more and more restaurants and hotels is now preparing the halal food for Muslim visitors or tourists. Yeah, so I think
our society is very welcoming Muslim students as well as Muslim tourists. الإسلام في اليابان ليس له تاريخ طويل، وبالتحديد عام 1952 تشكلت جمعيات مسلمي اليابان تهتم بشؤون المسلمين اليابانيين. أنا وصلت اليابان عام 1982، كان في اليابان تقريبا 3 مساجد فقط، يعني الآن في اليابان أكثر من 70 مسجدا. Most people had something strange with Abrahamic religions because, you know, in the daily life, people believe, people have a tendency to believe in many gods. So it is one reason why Abrahamic religions like Christianity and Islam has difficulty to spread in our society. هناك من المسلمين no. الذين ولدوا على الإسلام والمصاحف والقرآن بين أيديهم في المساجد وفي البيوت وفي العمل وفي كل مكان وفي السيارات، ولكنهم هجروا القرآن ولم يقرأوا القرآن بالرغم أن هذا القرآن نزل بألسنتهم باللغة العربية. no. ماذا تقول لهم؟ هذا يرجع إلى اختيار شخصي، ولكن الجمال في الإسلام نعم قد يعطي لحظة انتباه. نعم بعد سنة، بعد سنتين، بعد 5 سنوات أو قبل الموت بفترة معينة. والنقطة الثانية، الناس أصبحوا مشغولين جدا، أصبحوا مشغولين جدا بحياتهم. لا يوجد بيت مسلم اليوم إلا وفيه نسخة من القرآن، ولكن للأسف كثير منا هجر هذا الكتاب العظيم. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. コーラン、クルアンとかハディース、その預言者原稿録というものもその、その全体を通してですね、理解しなければならないというものでございますので、そう簡単にと申しますか、そのイスラームの、その基本的な言いたいことはおそらくそう難しいところではないとは思うんです。その特に倫理に関してですね、多くの宗教というものは、まあ、似通っておりますので、例えば、まあ、親を大切にしなさいとかですね。إذا مر السلف بهذه الآية العظيمة في سورة مريم خروا سجدا وبكيا يعاتبون أنفسهم فيقولون: هذا السجود، فأين البكاء؟ هكذا كانوا يتعايشون مع القرآن. بعيدا كنت لكن حين جئت بأول وهلة منه اهتديت، وأنت عرفته مذ كنت طفلا، لماذا قلب بعض الناس ميت؟ لماذا قلب بعض الناس ميت؟ عتابي أمة القرآن حب بكم، فالهجر للقرآن ذنب، سيشكون الرسول غدا أنا أرضى، غدا ماذا نقول وما نجيب؟ عتابي أمة القرآن حب بكم، فالهجر للقرآن ذنب، سيشكون الرسول غدا أنا أرضى، غدا ماذا نقول وما نجيب؟